باش نحضروا بسبوسه بالكراميل فغادي نحتاجوا في المقادير الكاس وربع ديال السميده الرقيقه، كاس ديال الكوك، نص كاس ديال زيت المائده لوسيور، جوج ديال البيضات، نص كاس ديال سنيده، علبه ديال القش داتاريا لا كريم فريش. فهادو هما المقادير ديال البسبوسه. وبالنسبه للكراميل فاحنا غادي نحتاجو العلبه ديال القش داتاريا لا كريم فريش، غنحتاجو كاس ديال سنيده، 50 غرام ديال الزبده. فغادي نمشيو اول حاجه لتحضير الكراميل. كيفاش غادي نحضرو؟ فغادي ناخذو قلنا في المقادير علبه ديال لا كريم فريش ديال القش داتاريا، كاس ديال السنيده، و50 غرام ديال الزبده. بالنسبه للطريقه ففي كسرونه على عافيه مهيله كنديروا كاس ديال السنيده هو الاول، كنخليوه حتى كيولي كراميل بلا ما كنحركوه، كنخليوه حتى كيدوب بوحدو وكيولي كراميل. مجرد ما كيدوب السنيده وكتولي كراميل فاحنا كنضيفوا 50 غرام ديال الزبده. ثم من بعد ملي كتخلط الزبده مع هاد السنيده اللي ولات كراميل فاحنا كنضيفوا علبه ديال القش داتاريا، كنحركوا شويه حتى كتخلط هاد المقادير كلها مع بعض وكنحصلوا على صلصه الكراميل. كيف ما قلنا بالنسبه لهاد صلصه الكراميل من الافضل على انه ملي نبغيو نوجدوا بسبوسه نحضروها هي الاولى ونخليوها ليله كامله، لانه قد ما بقات عندنا يعني قد ما كتبقى قد ما كتشرب وبالتالي كتولي لذيذ اكثر. فدائما نوجدوا هذيك الصلصه ديال الكراميل ونحتفظوا بها في الثلاجه حتى الغد، عاد ممكن نعملوا البسبوسه بالطريقه اللي غادي نذكروا دابا. ولانه هي كتكون قاصحه فملي نبغيوها فاحنا كندفيوها شويه، مجرد ما كتذوب ديك القش ديال الطريه فكترجع يعني حتى الكراميل حتى هو كيذوب. فهذه بالنسبه لصلصه الكراميل. بالنسبه للبسبوسه الطريقه ديالها سهله، قلنا في المقادير كاس وربع ديال السميده الرقيقه، كاس ديال الكوك، علبه ديال القش ديال الطريه لا كريم فريش، نص كاس ديال سنيده، ونص كاس ديال زيت المائده، وجوج ديال البيضات. بالنسبه للطريقه اول حاجه في واحد الاناء كنخدموا جوج ديال البيضات مع نص كاس ديال السنيده، كنبقاو نخلطوا غير بالخلاط اليدوي حتى كيضاعف الحجم وكتخلط مزيان هذيك البيض مع السنيده. ثم كنضيفوا الخليط ديال البيض والسنيده، كنضيفوا ليه نص كاس ديال زيت المائده، كنخلطوا مزيان دائما بالتراب اليدوي، عاد كنضيفوا علبه ديال القش الطريه، كنخلطوا مزيان يعني خلطنا السوائل هما الاولين يعني البيض مع خلط مع السنيده، ضفنا الزيت، خلطنا علبه ديال القش الطريه، حركنا دائما غير بالخلاط اليدوي يعني بالتراب اليدوي. ثم كنضيفوا كاس وربع ديال السميده الرقيقه، وغادي نحتاجوا كذلك كاس ديال الكوك. في المرحله الاخيره فاحنا كنضيفوا كاس وربع ديال السميده الرقيقه مع كاس ديال الكوك، كنخلطوا مزيان. ثم كناخذوا هذاك المول اللي غادي نحضروا، من الافضل على انه نديروا مول مربع او لا مستطيل باش كيسهل على انه نقسموا هذه البسبوسه على شكل مربعات. فملي كنضيفوا السميده الرقيقه قلنا كاس ونص مع كاس ديال الكوك كنخلطوا مزيان والبسبوسه واجده، غادي ناخذوا كيف ما قلنا مول مربع ولا مستطيل، كندهنوا بشويه ديال زيت المائده، نرشوا بشويه ديال السميده، وكنفرغوا العجين ديال البسبوسه وندخلوها للفران طيب وتحمر مباشره. ملي كطيب وهي سخونه فاحنا كنسقيوها بهذيك صلصه الكراميل اللي حضرنا، كنخليوها حتى كتشرب شويه مزيان هذيك الصلصه يعني واحد ساعه ولا ساعتين، ثم كنحاولوا على انه نقسموها مربعات ولا معينات. ومن الافضل ممكن على انكم ديروهم في الكويختات ديال الحلوى اللي تيكونوا كبار وهكذا نقسموا على شكل مربعات وكنزينوها اللي بغيتوا، اما كنخليو بهذيك الصلصه ديال الكراميل لانه كيكون اللون ديالها بني حتى هي كتجي يعني مزينه راسها، اولا ممكن على انه نديروا حبه ديال الكركاع من الفوق وهي صينه، اولا نرشوا باللوز مهرمش، اولا لكم الاختيار اي مكسرات عندكم. نتمنى انكم تجربوا هذه البسبوسه بالكراميل لانه كتجي ممتازه وبالصحه والراحه.